الصميم مش يحاول في الحلقة هذه تسليط الأضواء بعض الأضواء على العودة المدرسية بعد ما تحدثنا في حلقات سابقة على العودة الجامعية. اليوم مش نخصه العودة المدرسية الابتدائي والثانوي ونتعرفوا على بعض المشاكل اللي يعيشها هالقطاع والكل في الصميم. من أيام الاستقلال الأولى أولت تونس اهتمام كبير بالتعليم، ولعل أهم حاجة نتفكر بها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة هي اهتمامه بالتعليم للبنات وللولاد. واليوم وبعد 56 عام ولت المدارس والمعاهد في كل بلاصة تقريبا في الريف وفي المدن، وصل عدد التلامذة تاع الابتدائي والإعدادي سنة 2011 إلى 1,014,836 إضافة إلى 28,875 تلميذ في القطاع الخاص. والتكلفة متاع كل تلميذ تكلف الوزارة تقريبا أكثر من 1,082,000 دينار لكل تلميذ أو تلميذ. لكن للأسف أكثر من 35,000 تلميذ وتلميذة أكثرهم بنات ينقطعوا سنويا على الدراسة، يعني نسبة 6.4 لأسباب مختلفة وأهمها مالية. وصلنا للكاف ومباشرة الحومة سيدي بمخلوف، وغادي قالولنا فما روضة قرآنية جديدة تابعة لجمعية الفرقان، خذينا الإذن وحبينا نصوروا سير الدراسة في هالروضة. فما من المدرسات اللي ما قبلوش يصوروا معنا وفما اللي قبلوا. نحن كل يوم ما عدا معناتها جمعة ولا حد من 8 ل 12 تقريبا. قدام التلميذ والله كيف طبعا الحمد لله معناتها العدد ماشي كيف الحمد لله طبعا 20 طالب اي الحمد لله معناتها مرة لولا يشوف يبكوا ولا مرة لولا خاطر يبكوا مالفين، اما بعد الحمد لله على صديقنا احمد هذاك مرة لولا جاي يبكي اما بعد الحمد لله ولا يدخل واحد حتى باباه يبدا يسلم عليه ويقول له بالسلامة بابا. والله هما يلعبوا عندنا معناتها الحمد لله عندنا شكون عنده اختصاص رياضة يعلمهم الرياضة ومعناتها وعندنا لعب يلعبوا لعب والحمد لله رب العالمين معناتها موفقين وعندهم الكتيب عندهم تركيب عنده درس جي يقراه احرف اللي مازال يتعلم في الاحرف جي يتعلم الاحرف معنا وجي يتعلم الكتيبه يتعلم لا لا والله معناتها من كل بلاصه الحمد لله. في نفس الحومه ونفس النهج روضه اخرى تابعه للقطاع الخاص واسمها روضه احلى صغار. الاولاد عندنا من هنا في سنتر بي وعندنا شويه معناها
احنا قريبه شوي للروضه. هي كقطاع خاص فما شكون يحدد السعر ولا كل واحد؟ والله ما فماش معناها مش وزاره حاجه. انا لا انا نحن معناها عندنا غرفه مع التجاريه معناها كي نتقابلوا في اجتماعات معناها مع الزميلات والزملاء معناها فما سعر محدد معناها فاهمين عليه الناس الكل نخدموا معناها نفس الولايه الكل. اي مقصود لك هيك. وقد من سعر يقعد الاطفال عندك؟ والله نحن والبارو معناها روضه معناها حسب متطلبات الاولياء معناها اللي يخدم ما يخلي صغيره اللي معناها في الدار ينجم يروح به نصف النهار ويرجعوا الحصه المسائيه الثانيه ومعناها فما اللي يبقى معناها نهار كامل. والمدرسات كلهم عندهم شهادات؟ بيان سور بيان سور الناس الكل معناها بشهاده ما قبلوش هكاك معناها. كل اللي يدرسوا عندكم بيان سور معناها ناس متخرجه وناس بشهادها مش هكاك. في الضاحية الجنوبية من تونس العاصمة في مجرين مدرسة أخرى تابعة الجمعية تتبنى تعليم القرآن الكريم. أنا محمد الهلواج عضو في الجمعية الثقافية الفنية عبد الرحمن الحفيان للترسيخ الثقافة الإسلامية التي مكانها في سيد رزيق مجرين ولاية بنعروس. احنا عندنا الجمعية ذي تحلت من عمناول مش في أكتوبر في أكتوبر عمناول هذه السنة الثانية إن شاء الله. وعندنا فيها كما كنتوا تشوفوا الطريقة النورانية في القراءة. نحن أصل تأسيس الجمعية معناها نيتنا في تأسيس المدرسة معناها عملنا جمعية قرآنية لأن هذيك هي الوحدة منها هي خاطر عملنا فيها في المدرسة هذه الوحدة عن مدرسة اسمها الريادة تقري الكبار معناها سبت وحد في نطاق القانون. نحن بالعكس انطلقنا من الجمعيه. الجمعيه فيها سكون بير اوبجي شنو الواحد نتاعها هذيك هي اللي تخليك كيما الشركه الام وشركات اللوطه انت هذيك هي في نطاق الجمعيه تعطيك القانون معناها تخولك انك تعمل تمارس النشاط هذا معناها التدريس. اما نيفو 1 ونيفو 2 معناها تعمل رياض اطفال والاخرى للعموم بتباع من أهالي واحد لتحفيظ القرآن ولا علوم شرعية وفقهية. العاديات ضبحا فالموريات قدحا. القاعدة النورانية هي طريقة مثلى لتعلم القرآن الكريم بأحكامه وبطريقة صحيحة ومجودة وكذلك هي طريقة علمية مثالية لتعليم الطفل القراءة في وقت الوجيز وبسهولة بإذن الله ما بدون أي صعوبة. نمشيو قطاري سبحان الله. هاي معايا قضية رياض الأطفال قضية كبيرة. بين نرى أن المرحلة هذه من التعليم هي أهم المراحل لتكوين الطفل وبالتالي لازم تخضع المقاييس علمية. رياض الأطفال مروا بمراحل المرحلة اللي احنا توقع عايشين فيها الأخيرة هي كراس الشروط. مش تبعت روضة تمشي تاخذ كراس الشروط من عند الوزارة تصحح عليه وتطبق البنود اللي هي فيه هذايا هو يعطيوك وصل إيداع وتبدأ تخدم وبعدين يجيو يتفقدوك إذا كان أنت مثلا عندك خلل معين يعطيوك مدة أسبوعين وبعد أسبوعين وفي حالة ما أنت بعد ما مهلوك هالوقت هذايا وأنت ما حسنتش من الوضع متاعك نغمة ما يخرج فيك قرار غلق. هذا في المطلق اللي صار هو العكس تماما مع فتح ذوما الجمعيات اللي تويك فتح جمعية صار أمر سهل تمشي تاخذ مطلب تحل الجمعية أصلا قبل ما تجيك الموافقة تحل الجمعية وبعدين تجيك الموافقة. هالجمعيات هذوما اللي حلوا اغتنموا الفرصة وكل جمعية تحل تعمل روضة قرآنية يعني خذوا الدين مطية لجلب الأولياء. هالجمعيات هذية تويك اللي حلت جدا كيف ولات هي تعمل في خدمات متاع الروضة معتمدة على شنو؟ على المظهر الديني. وش يقول لك أزيد من هذاك؟ إنه هو يكون
المنشطين اللي هما باش ينشطوا في الروضة القرآنية كيفاش يكونهم الله أعلم. وغير هذا غير ما يكونهم يزيد يمدهم بالشهادة اللي هو مؤهل للتنشيط في الروضة. يعني هالشهادة هذه اللي يمدها له، أنا نتسائل أين الدولة؟ كيفاش نمدوا شهادات؟ سيفة شنو؟ هل هي الجمعية خذت بقعة الدولة ولا تخرج في شهادات وإجازات الدولة؟ وين؟ وين الدولة؟ بدون أي انضباط، أي روضة حط فيها اللي نحب عليه، نقريهم اللي نحب عليه بدون أي مراقبة. أنت ضامنة شنو اللي قاعدين نمروا للطفل؟ شنو قاعدين نعطيه فيه؟ هل ضمنته أنت؟ أنت ما بين قوسين الطفل يعني شخصيته تتكون من اللي هو في بطن أمه إلى 6 سنوات وقتها تبرور الشخصية متاعه. إذا كان أنت في هالسن الحرجة ويبدأ بين أيادي غير أمينة أو أيادي تحب توجهه اتجاه معين، كيفاش باش نحميه صغارنا؟ جينا التلميذة قرأت في مدرسة في السنة أولى ثانوي دوبلت المرة الأولى، دوبلت المرة الثانية، المرة الثالثة قالوا لها ما عادش عندك الحق باش تعمل سنة ثالثة. خرجت اللي عدم قدرتها لمواصلة التدريس، مش التدريس، لمواصلة الدراسة. طيب البنت هذية اللي شات الجمعية المركز إسلامي هذية الورقة، أوكي، عملت تربص بستة شهور تحصلت على شهادة منشطة. هل احنا بعد هالشوط الكبير اللي عملناه في تكوين مربين الطفولة نرجعوا بهم الى 40 سنة التالي ونهبطوا لمستوى حتى لو كانت ناجحة في دراستها هذه حتى واحد ثانوي ويقولوا احنا ظروفها ما سمحت لهاش باش تكمل وكله، اوكي، مي هذه راس بمرتين ورا بعضها ونعطيها يا رسول الله طفل باش تربيها وتنشطه. في طريقنا للكاف ومن بعيد شفنا وليدات صغار يمشيوا على ساقيهم في البيست، قربنا لهم وحبينا نعرفوا كيفاش يمشيوا ويجيوا للمدرسة. يا سي عبد الله قديه تمشي كل مرة كل نهار قديه تمشي؟ نمشي 4 متر. 4 متر معناها متر 2 3 4 كهو؟ لا 100 متر، كيلو متر. باهي منين؟ من المدرسة. من الكياس المدرسة حتى هاك تعرف هاك سيد بتقرا هذا سيدي انتي بي خانب وقتها تقوم الصباح انتي؟ نقوم يمكن 5 متاع الصباح. وقتاش تقراو؟ 8 يقوموا 5 متاع الصباح. وقتاش تخرج من الدار؟ نخرج 7 تقعد ساعة تمشي توصل بالضبط 8 ولا توصل قبل؟ لا نوصل قبل 8 ونحط ونقعد تقعدوا بي عمناه ولا انتي كنت تمشي هكا زادة ولا؟ هيك وكيف كنت تصب المطر وش نعمل؟ يحمل الويد رانا كان نجين هي يمشي بالخوي نرش عم كان يمشي بشوي نقطعو معناها كان ثم ويد في المسكراي أنا هاو هذي تعرف تعوم انت في الويد؟ لا بيه معناها عمناه والقطعت الويد وما مشيت قريت ولا كيف؟ لا ساعات نمشي نقرنا في الويد يمشي بشوي نقطعو نمشي نقر كان الويد مشى بشوي ونمشي نقر كم ممشيش؟ كم شاب البرش؟ ممشيش الله مو سامة واحد ودعم ليه سامة ومنا ودعمك شبيه؟ ما هو يركب على البسكليت يجي جاي بس في الويت زعمنا ده زوك زعمنا ده شبيه زعمنا ده طيفه وقبل هز زوز مراقين الهر هزهم الويت تخافوا من الويت انتوما؟ نحن أقرب وحدات هزوما أقرب وحدات ونحن غادي هذي هاوي انت غادي؟ لا نحن وين هك؟ ما فهمت شيء هك في سريت هك جي مع عطيك ايوه زمي كل نحن شوي لها الكل هنا دارنا قريبة انت قريبة هذول الاثنين لهاي دار لا بعد تمشي انت وقتك كل يوم تروح واحد وقتاش ترجع من القراءة؟ وقتاش توقف؟ ساعتنا وتوقف هذه الساعة كان هارت لير بالرقم توا اليوم وفيتم هذه الساعة؟ لا توا قد ايه الوقت توا؟ ساعتنا هارت يوم توا راي الساعة ساعتين أكثر من ساعة مالك؟
وانت تخاف من الويد ولا خايفه؟ هاي بيه كلنا طبعا. ليه كان هذا ما يسكن منا بعيد على هذا يسال فيا؟ هو بعيد على الويد ما يخافش من الويد. تخاف من الويد انت؟ اه انت بالك تخاف. هو انا وبرشا اولاد يسكنوا من غادي بحد الويد. نحن وزعمتنا اسمع عبي اسمع عبي عبي هاوي تلوج على الويد هاو جبني شوي وانا حتى من البيره مع غير هذا مش هاو انا مغادي شوي قول لي ما تقدر تبغى تجي شوية وتجي أنا تو شيح تحت فيها نفسي. قد تشتغل في هذه؟ كل يوم من نهار لأربع ونهار قد تحط فيها؟ قد تحط فيها من كتاب؟ حطها أربعة. أربعة كتب وانت؟ ونهار كيف كيف؟ وانت؟ زوز زوز كتب وانت؟ كيف كيف نحن سنة رابعة كل سنة رابعة أربعة كتب وانت أنا سنة ستة هم كتبها ما نهار السبت والأربعة نكتب زوز والأخرين أربعة وش فيها آخر هو كبير ها؟ أربعة كتب وش فيها آخر وكراس قد يوم كراس كراس 72 انت شكليت اليوم خذيت كسكرت 500 عليه 500 جازوزة ايش فيه 500 فيه تون طن وهريسة فقوش سلامات وانتي زاد اخذت 500 وانتي وانتي ايه 500 صح صح مالا اليوم كل يوم كسكروت ايه ليه لساعد ليه كل يوم كسكروت انتي كل يوم عليه انتي ساعات خطر شي مم ما عنديش فلوس ما عندكش فلوسة؟ ايه يعني ساعات ما تخرج نخرج معنا حتى انا ساعات يخدم شلون؟ كمان كان بابا يخدم في تونس عنده الدم ما يجمش يخدم قالوا لي بطل عندنا كتب ما عنده 170 عنده دواء كيش ذاك ذاك الدواء تاع القوة تاع رجلين هو عنده مرخوف تاع رجلين القوة تاع مرخوف تاع رجلين رجله معناها مرخوف ويدي فهمتك هاي عطوه الدواء تاع ودواء تاع الصعبة كلاسيك هاي بيه صلى لبيه صلى لبيه هاي مالا نخليكم عبد الله صديقي سلام 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 انت سايف وانت هاي هش وانت رعد هاي بسلام يا رعد بسلام شوفكم باي 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 آلاف الأطفال اللي في المناطق الريفية وخاصة منها النائية يلقاو مشاكل كبيرة في التنقل وخاصة في أوقات المطر والبرد وزيد زيادة انعدام الجانب الأمني وتأمين سلامة هالأطفال. اخترنا لكم هالمدرسة اللي تشوفوها توا واللي بعيدة بعض الكيلومترات على ولاية الكاف وقلنا نعملوا زيارة نتعرفوا على النقائص اللي موجودة والمشاكل اللي يعانوا منها المعلمين وربما التلامذة أيضا. وضعيتنا سيئة سيئة جدا الأسلاك الكهربائية ديك يعني شاحن منها في البيرو وهي شاحن 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 تطلع يعني اون برانسيب الضوء يكون داخل طبعا ونحن كل المدرسة قداش عمرها قلت لي من عام ديتنا عام 64 ما قعدتش لي حتى صيانة زيادة يعني زاد قاع عام كاش عام داخل صيانة طبعا هذه منطقة تبرد برشا مش تبرد أقل من صفر هنا توصل أقل من صفر يعني توصل درجات الحرارة درجة أقل من صفر ويجي الأولاد يجي الأولاد الماء ها هو يعني كله ندوة هذه شبابك ما تتذكرش الوقت اللي توصل للحد الأقصى شبابك كندري
هذيك الان قلت لك من الاسلاك. شوف الاسلاك الكهربائيه هذه قاعه من قاعات. نحن عندنا ثلاث قاعات هما ثم ثلاث قاعات في المدرسه هذه ثلاثه خمس اثنين متوسطي ينجم يخدموا هم جدد وثلاثه يعني الصيانه تاعهم تقريبا هذا الضوء كيف نفس الاشكال معناها التواب منين؟ التواب من دبي خذيناه من السنة أولى فكيت مفكين كما قلت يعني إي معناها يعني ما بعثوش لي أنا مشيت وسهلت وتوصلت طبعا هاي الكمبيوترات في حالة قدم الكمبيوترات شوف هذاك من الحالة تاع الكمبيوتر ونزلوا يخدموا تقريبا اثنين اثنين من ست هذوما قبل جابوهم هولنديين؟ لا لا بتاعكم بتاع من دبي هولنديين يعني حبوا يعملوا مشاريع مثلا حبوا يغطوا لنا المقاعد شوي الظروف المناخيه ما ساعدتهمش رغم انه حديقه وجميله يعني تكون مدرسه نموذجيه نموذجي غلوها اثناء ما عنديش عون خدمات ما عنديش عساس بالدير لا عساس ولا خدام ولا خدام يعني شريت له البطاط عندي تو البطاط شريت لها الجناري ولا وش اساس تحب بس الزراحة ونستغلها عن الماء هذا قلت لك ما هي عنده من فلان يوصل حتى يعني نظف القاعات من الماء نتاع هذه اللي قلت لك الجديد داريها نتاع المدرسة فيها الحيوت عندها واحد لان انا نوريك اللي كانت تصور تصور الحديد الحديده بتاع الدار لا خرج هلاي مربي من عام 64 ما تعملت صيانه بالكل صيانه؟ صيانه القاعات لا بني من عام 64 من عام 64 لا صيانه القاعات الصيانه لا نجار ولا كهرباء ولا يعني الحيوط 50 سنة عمرها تقريبا 50 سنة نعم قريت فيها انت قريت فيها ولادك تخرجوا منها و... وما زالت الحال القاعة هذه قريت فيها بنفس الشباب نفس الشباب كما قريت الكروت سول ولا الزيز الموجود هو نعرفه مش ما نقولش مسؤولية الإدارة فقط مسؤوليه من الإدارة الصغرى يعني اللي تتداولوا على المدرسه باشي يعني ما بدايه من يخدموا لهنا للإدارات الجهويه ودار التعليم بشكل عام امراض بصفه غريبه الاولاد الاولاد نوصلوا انا بقسم يبقى فيه نصفه امراض صدريه امراض من ريح من طر منطقه بارده جدا يعني في الشتاء يعني اقل من صفر واقل صباح سبعة وما عندناش نحن بالنسبه للمعلمين لا وقتها اشطر الاولاد يغيبوا لانه فما امراض الى اخره فما امراض لا هذا كان مش نواصلوا كاكا فما عده اسباب اخرى فما الطريق يتعبى بالماء كياس يتعبى بالماء اذا كان ما ساعدتهمش نقل ريفي يهزوهم ما نجموش بالرغم من حاله المدرسه معناها فما شكون يجي من بعد 7 كيلومتر 7 كيلومتر كيما شكون؟ كيما هذه الدرة الدرة هذيك الدرة كيفاه تجي أنت؟ نعم؟ نعم قدام العام درست المدرسة المدرسة دي ولا ثاني عام؟ ثاني عام وقريت فيها تقريبا لا ما كنتش بوك كان يخدم فيها الواد اللي يخدم فيها ايوه
قبل قريت في مدرسة أخرى؟ قريت مدرسة أخرى أتعلم هنا. أتعلم؟ من با 12 كيلومتر هكاك. أيوا. مدرسة اسمها نعيم. كيف كيف نسية مدة وجدت في منطقة الحدودية شوية. أيوا. الريف تاع السيد ما تعرفوها معناتها السيد البلاد. أيوا. بحكم جيت المسافة نتاعها قريبة للكاف أكثر. قلت ظاهر نتاع نزوف برشا بحكم ما ثمش تشغيل ناس ما ثمش. تصور 2011 توا عندهم 8 ترجمات. الجمعيات هذيك مشكلة تاع التمويلات. الأهالي نتاعها خرجوا منها. السفة اللي تعملوها ما تنساها حكيت 45 علاش؟ الإطار اللي قروا بهم أكثر من 3 نقلت نقلت السنين بسبب عملوها. كيف لقيت المدرسة هذه؟ المدرسة هذه ما يخرجوا في العميل على حركة. لا 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 نقصد الوضع. الوضع مزري الوضع ما تخيلوش. اون برانسيب المدارس اللي اقرب البلاد هي ما تبان المسؤولين وثم فيها حركه ومشي جيد وتظهر العيان. الظاهر انه في كيف المدارس اللي تقرب اكثر البلاد هي الاتقس. عليك؟ ما نعرفش علاش بالضبط مثلا هذه المدرسه تشوفها مثلا الصور هذا المبنى ما بناتوش معناتها بزاف. بنات مثلا الفونداسيون نتاع هولندا جمعيه نتاع هولندي البير كيف كيف. ساعات تلقى مثلا حكايه تاع اميناجمون تاع قسام ولا صيانه ولا حاجه بشكل انفس وديما مثلا نذكر القسم هذا الواد اللي يرحمه 97 توفى هو عملوا له كترميم وزيت وقاع من غادي يترمم عامين ثلاثه ما عاد يرجع نفس الحكايه. واثر هذا على صحه الاولاد؟ اثر على صحه الاولاد ولا ما تعطى السير نتاع العمل كيف كيف. مثلا نعطيك اكزومبل بيرسونيل من ساعات عندي السبور نفس قريبا نستعمل شوية نستلقى السي دي باش تخدم نستلقى مثلا وضعيات المصور نستلقى وضعيات مثلا بالاورديناتور ربما تقول لي تلين موتيفي اكثر مكثر القاعات مثلا ما فيهاش ابسط حاجة كما شفت بزنس سيريسون تفضل مكثر القاعات ما فيهاش حتى كيفاش ما فيهاش بريز ابسط حاجة حكاية مثلا هذه تسمى القاعة المحظوظة هذه قاعة محظوظة برشا قاعة محظوظة برشا هذه كنا عم نستعملها للتحضير فهمتك ولكن طبعا بدون تدفئة بدون أي حاجة مش تدفئة رغم ممنوع تدفئة ما نستعملوش ممنوع خاطر على أساس لما تلاقي عندك مسوف تو يخرج يمشي للتواليت يمشي يجيب حاجة مع نساه يسخن يخرج طب ربي كي نقرا على الحيط بلادي بلاد الهمم بلاد الرشادي وبلاد النعم معناها هذه وخير الامور معناها كيف لازم تقنع تلميذك اللي يدخل معناها في كل حال كي يبرد مثلا شنو تقول له؟ تقول له اقرا القصيده هذه؟ ما تصورش نقول له اقرا القصيده والاولاد باش يعملوا سويعه سبور يضيعوا منها نص ساعه في النظافه عافية هي مش دزني مشاكل من نوع آخر والمرة هذه الأهالي معتصمين والحكاية وقعت في معهد ابن شرف عام سنين أنا هني موجود هنا نلقاو أولياء محتاجين كالعادة في قاعدة في الساحل ولا نعطيونا قوائم نتاع التلامذة الوالا الكل اللي احنا مش موافقين عليها رانا مش نلتقال نلتحقوا قاعدة السادة وتحضر معنا النقابة ورانا مش نقرر خلينا نشوف القرار اللي خذاه الوالي هذا ويمشي يهز المؤسسة القوية احنا رانا جايين نقري ومستعدين نقري ولاد الناس طارق المسري عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالقروان الشمالية وعضو مكتب تنفيذي بالاتحاد الجهوي للشغل مكلف بالوظيفة العمومية. أنا ندرس هنا منذ 1999 معناها الليسي هذا دوب محل أنا موجود فيه. اللي صار سنة عمره ما صار. فما توزيع قوائم نتاع تلامذة بطريقة معناها غير متوازنة صار فيها ياسر حيف فما أقسام فيهم 38 وأقسام فيهم 21 فما تدخلات من اولياء وتدخلات من جهات معناها من برا باش يعمل يحطوا اولادهم عند استاذ اكس وما يحطوهمش عند استاذ جريك صارت معناها مشاكل ما بين الاساتذه في المواضيع هذيا طالبنا باش
مراجعة القوائم حسب المنظومة متاع المنشور الوزاري 64 من عام 96. هذا فم منشور هبط أعمله بالمنظومة، دخل التلام ذي الكل في الورديناتور ويخرج لك الأقسام بالمعادلات بالأسماء بالجنس بالذكر بالأنثى بكل شيء. هذا يتفاديا لكل المشاكل التي تتخلق ما بين الزملاء في بعض. عملنا زي وتعملت محضر جلسة ما بين الإدارة الجهوية والنقابة والأساتذة كل حاضرين ومدير المؤسسة التربوية اللي هو أول ما هز يديه وقال راني مواقف على اللي يسارف المنظومة ذي. تبدلت القوائم، عملنا القوائم حسب الطريقة ذي، فما بالك أن تدخل الأولياء ويعملونا من نهار الاثنين حتى للبارح معناها اعتصامات لا مساعدناش نرجعوا كما قبل. نرجعوا المنظومة نرجعوا للقوائم اللي تعملت كما قبل. القوائم هذه راهي فيها معناها كان يجي فيها بحث وتحقيق تشترع بيت تدخل حبس وما حبش تدخل فيهم المشاكل هذوما. اللي دفع واللي فما حوايج خايبة ما نحبش نذكرها، مش ندخل في العروضات نتاع العباد. أنا نتحدى كان أي واحد يجيب لي اسم نتاع معناها من الاتحاد من النقابة أنه تدخل قال حطوا لي التلميذ هذا في القسم الفلاني، هذا نتحداه معناها يجيبوا لي اسم فلان رانا حطيناه. فما ناس سيدي أنا قلت لك دفعت الفلوس باش حطوا لهم صغارهم في بلاصة، نعرف كلامي خطير ونعرف كلامي خايف، أما أنا وقت الرسمي تجبد كل شيء، احنا ما نحبوش نجبدوا الأعراض نتاع العباد. يعني قلت لك اللي سي هذا أنا مولاه، أنا من عام 99 أنا هنا نحس بيه من تبنى حجرة حجرة. كنا خمسة قاعات ولات فيه 12 قاعة. كنا ستة أقسام ولينا فيه توا 15 قسم. هذا الليسي بالمجد نغيروا عليه، عندنا مجموعه من الاساتذه من اللي تحلوا احنا موجودين فيه. احنا ما قلت ما نحبوش ندخلوا في الحوايج هذيا، اما راه اللي صار البارح معناتها نجيكم انا اللي صار البارح هو كونه الوالي جاء لهنا، هو معروف هنا بالمحابات ونهار الكل يرضي في العباد، يلقى اعتصام يجوني الولايه ونحكي واللي يحبوه هما اي اعتصام واي احتجاج يمشي فيه. انا نقري هنا ونعرف نسمع بالوالي جاء، مشيت نسمع فيه يقولوا له راهو ظلم راهو تجمع، تجمعش دخل لي في التجمع هنا. هذوما قوائم اتعملت. قال لهم هما تجيو غادي ما تراو كان الخير، جاوني الولايه نص نهار ونص لقاو كان الخير، مشاو للولايه جوستومون ولقاو كان الخير، قال لهم باهي نرجعوا القائمات القديمه، هل الديوسيرف هذا ما نعرفوش بها، هو منشور وزاري. منشور وزاري سيدي نتاع الشفافيه بالمجد، معناها دخل التلامذه تخرج لك خمسه قائمات بالمعدلات متساويه ما عندك حتى مشكل. هزم غادي وجرجع غادي انتصرنا والله هنا راهم يعيطوا الله اكبر ويحيى العدل وانتصرناش انتصرت. معناها احنا الاساتذه هنا اكبر ناس باش نتشلكوا في الحكايه. فما ثلاثه ولا اربعه اساتذه يحبوا يحطوا التلامذه نتاعهم صغارهم وصغار اخواتهم كذا يحبوا يحطوهم في اقسام معينه، احنا لا، الاساتذه كل كيف، وحتى واحد ما يمس الاساتذه وحتى واحد ما ينجم يخرق الاساتذه. احنا كلنا مع بعضنا واللي سيدي ابن شرف معروف انه يد واحده ولحمه واحده، هنا حاسين اللي احنا تمسينا واللي احنا اخر ناس معناها باش يدخلونا في المنظومه التربويه، دونك لا، احنا راني باش ندافعوا على حقنا، اليوم مضربين ونهار الاثنين ما نخدموا كان بالمنظومه نتاع اللي تعاملت في الفيديو سيرف، قالوا لا هنا مكملين الاضراب خلينا نشوفوا شكون احنا ولا هم. غادي من المسيس. التعليم ولات حركه ولات حزب ولات اللي تصوروا في بالك. احنا بدينا نشوفوا فيها بشويه معناها الاساتذه ما عادش عندهم ولات تعرف تعليم حوايج من فوق، معناها لا غير. قدر انا عندنا رساله تربويه قاعدين نقوموا بها وشادين فيها ومواصلينها وما يدخلنا حتى حد لا والي لا محمد تقول لا غيره. موضوع التكفير وعدم الرضا على بعض الاساتذه موضوع جديد، وفي مدرسه الحنايه بصنهاجه وقع تكفير المعلم طارق الخوفي من طرف السيد المعتمد واللي هو في نفس الوقت امام الجمعه بالمنطقه. انا بالتحديد مؤخرا الإمام تاع الإمام الجمعة الإمام الخطيب في جامع صنهاجة حرض الأولياء واتهمني بالكفر والإلحاد وحرض أهالي الجهة بالتظاهر وبالفوضى وإثارة البلبلة داخل المؤسسة. وصار ذاك النهار جمعة ونهار السبت زاد جاني شخص عرف روحه أنه يمثل المجتمع المدني. الشخص هذا هو مخرط في جمعية، الجمعية هذه معناتها تمولها أحزاب دينية بالتحديد حزب حركة النهضة، منخرطين فيها جماعة من النظام السابق. جاء هددني مباشرة وبطريقة صريحة معناتها. هذا نهار السبت، نهار الاثنين جيت نباشر في عملي معناتها 8 متاع الصباح، تجمرت مجموعة من المتساكنين ومنهم وجوه غريبة على المتساكنين اللي كانوا يتوافدوا للمدرسة لهنا، معناتها ما همش أولياء
ما عندهمش علاقة جملة بالمدرسة. اتضح بعد ان هما اطراف معناتها تنتمي لاحزاب سياسية معينة تسعى الى اثارة الفوضى والبلبلة داخل المؤسسة. انا تعرضت كما قلت لكم للحادثة هذه من قبل الشخص هذا الامام الخطيب اللي كانت عندي معاه مشكلة شخصية من قبل. كان السيد هذا مدير معهد ثانوي السد من الفرات سي فتحي هذا اللي قبل كان مدير غادي في الليسي. كنا ننظم دار الشباب كانت تنظم مجموعة من الندوات الفكرية والمحاضرات كان يحضرها أساتذة جامعيين من بينهم سي صالح الزغيدي جاء قدم محاضرة على الحداثة. دخل سي فتحي هذايا وجاب تلامذة من الليسي ومارس سلطته كمدير مدرسة ومدير معهد عفوا وجاب تلامذة ودعا إلى تكفير من يحضر المحاضرة حتى المحاضر في حد ذاته. وهذه الحادثة يشهدوا عليها معناتها الناس اللي حضرت للندوة هذيك معناتها كتدخل معناتها كي بعد ما ألقى السيد المحاضر المحاضرة متاعه معناتها فتح المجال لفتح نقاش معناتها دخلت في نقاش مع السيد هذايا في أبعاد معناتها في مسائل سياسية بحتة معناتها لا هي مشاكل معناتها ما عنديش مشكلة ذاتية معاه معناتها جوست خلاف فكري. السيد هذايا اللي هو سي فتحي استغل معناتها موقعه كإمام خطيب بجامع صنهاجة كما حكينا واتهمني بالإلحاد والكفر وصلت عليه مجموعة من الناس اللي ينتموا للحزب حركة النهضة اللي كانوا قبل معناتها منخرطين في شعب مهنية ومنخرطين حتى في شعب معناتها ولمهم معناتها جاوني نهار اثنين لهنا للمدرسة. تعرضت كذلك للتهديد بالقتل من قبل أحد الملتحين المنتمين للفكر السلفي لهنا وهدوني بالقتل. قبل المدة وقع اعتداء في مدينة الكاف على أستاذ المسرح رجب مقري. تحت في المطاب كل دم يجي واحد يزيد يعبس عليا في وجهي كسر لي فمي كامل هبط ويجوا الاخرين يبدوا يعبسوا فيا ويضربوا بونيا كف مشتا اربع معاه يا كافر يا ملحد. واغتنمنا تواجدنا في الكاف باش نعرفوا وضع المواد الفنية كما المسرح والرسم في مؤسستنا التربوية. ثم معناها نوع من النفور خاطر تنجم تعلم حكايات مسرح ولا موسيقى ولا رسم على مستوى النية بقينا على مستوى النية لكن توفير البنية التحتية والأدوات والبرنامج الواضح للشيء ذاك هو اللي يخلي نوع من النفور من التلامذة وحتى عند الأساتذة والمؤطرين أنه يحسوا روحهم ما يهمش يأدوا في اللي يلزم يكون منهم. هل أثر الأجواء السياسية اللي موجودة في البلاد اليوم وهل أثر على مثلا أنه ثم بنات وطلاب ونحن مع بداية السنة الدراسية يمتنعوا مثلا من حضور مادة كذلك؟ بالنسبة للتلامذة في مستوى التلامذة في مستوى سن صغير معناه في على مستوى المدارس الأساسية نصور ما ثماش نفور نعمة واحد بالناس معناه في إطار الجزء ولا المدرسة اللي يقري فيها ثم أقبال لكن النفور يمكن يكون على مستوى في على مستوى المعاهد الثانوية على مستوى الجامعات وثم تأثير ثم تأثير للواقع السياسي والواقع الأمني والفكري اللي ولا تخلي جديد بالنسبة للتوانسة والجزء من التوانسة واللي يعتقدوا فيه هذا كان معناه نوعا ما اللي
تأسس على مستوى الواقع عبر أحداث صارت، أنه السادة نتاع مسرح ولا رسم ولا موسيقى تعرضوا لمضايقات كبيرة من وأنا كنت أعلم. بداية العام الدراسي هذا للأسف شهدت تكرار العنف من بداية دخول السنة الدراسية. العديد من وسائل الإعلام المكتوبة تبعت الظاهرة هذه، وحول ظاهرة العنف مشينا والتقينا بالسيد محمد الجويني اللي هو عالم اجتماع ورئيس المرصد التونسي للشباب. الواقع دائما المدرسة تأسست من أجل مقاومة العنف. المدرسة نعلم أنها مؤسسة بقواعدها بقيمها بالمضمون الذي تقدمه، من بين أهدافها الأساسية هو أنها تقلل أكثر من العنف، وبالتالي ربما المفارقة أن المدرسة أصبحت هي أيضا منتجة. هذه مفارقة كبيرة لا تختص بها المدرسة التونسية فقط، لكن المدارس بشكل عام في العالم فيه هذه الحالات من العنف، إما بين التلاميذ أو بين التلاميذ والإطار المشرف أساتذة أو إداريين إلى غيره، حيث أنه أصبحت المدرسة فضاء لممارسة العنف في شقين، الشق المادي والشق الرمزي. الشق الرمزي طبعا دائما موجود في شكل إهانات، في شكل نعود، في شكل وصف استيريوتيب يعني متبادلة بين التلاميذ، بين التلاميذ والأساتذة إلى غير ذلك. ولكن الظاهرة الجديدة هو تفشي نوعا ما العنف المادي، يعني الاعتداء الجسدي جينا إما من الأساتذة على التلاميذ أو من العكس بالعكس أو بين التلاميذ فيما بينهم، يعني ما يبين أنه هناك مشكل حقيقي. طبعا الأسباب في ذلك عديدة. أولا أهم سبب في اعتقادي هو أنه لابد من التفكير في إعادة النظر أيضا في المدرسة، في طريقة بنائها، في هيكليتها، في توزيع مصادر السلطة داخل المؤسسة التربوية، في ذلك النظام الهرمي والتراتبي داخل المؤسسة التربوية، بحيث ذلك التراتب يمكن أن يكون وهو فعلا منتج للعنف. هناك من هم ممسكون السلطة داخل المؤسسة التربوية يحميهم القانون، تحميهم الإجراءات الإدارية، التنظيم الداخلي للمدرسة هو الذي يمنحهم القوة والإمكانية لممارسة وتسليط العنف مهما كان نوعه على من هم في أدنى السلم التراتبي داخل الفضاء المدرسي أو التربوي بشكل عام. هذا لابد أن يعاد فيه النظر، بحيث أنه تصبح ربما توزيع السلطة داخل المؤسسة التربوية توزيعا أفقيا أكثر من محمدي. هذا ما يجب يتم إلا من خلال إعادة النظر في علاقة التلاميذ بالمدرسة، في علاقة التلاميذ بالأستاذ، وفي علاقة الإطار التربوي وفاعلي الحياة التربوية فيما بينهم. هذا طبعا مسألة يعني ما يش وليدة، يعني لا تحل هذه المسألة في سنة أو سنتين، هذا مشروع كامل، لأن هذا سيغير هوية المدرسة بأتم معنى الكلمة. لأن المدرسة أيضا بين الأسباب الأخرى التي تجعل العنف يعني جزء من المدرسة هو أنه إلى الآن ما زلنا منحصرين في المدرسة التي تنتج أو تشتغل بفرقية الفشل والنجاح، ومسألة الدبلوم ومسألة الارتقاء المدرسة، هذه عناصر يمكن أن تكون منتجة للعنف، بمعنى أنه من هو على هامش المدرسة أي أنه فاشل في دراسته يمكن أن يكون ذلك مسببا للعنف، شعور بالحرمان، شعور بالإحباط، شعور بالتهميش، شعور بالإهانة، هذا ممكن يكون دافع حتى غير مباشر لينتج عنف داخل المدرسة. الآن هناك قطيعة كبيرة، يعني لا توجد تلك العلاقة التشاركية المتينة بين الأولياء والمؤسسة، والدليل على ذلك أنه من النادر أن نجد في أي مؤسسة تربوية مثلاً مجلس الأولياء، حيث أنهم يتعاملوا مع المدرسة من خارج أسوار المدرسة، ويتعاملوا مع المدرسة من خلال نتائج الابن ناجح أو فاشل. إذا كان الابن ناجح في مدرسة جديدة، وإذا كان الابن فاشل في دراسته بين الأخرين فإن المدرسة سيئة، وهذا يبرر إمكانية التجاوز وإمكانية الاعتداء إلى غير ذلك. في حدود تونس مع الجزائر فما قرية صغيرة اسمها فالتا، مشينا لها باش نزوروا المدرسة الوحيدة فيها مع ماضي ساعتين، يعني وقت تعليم وقت قراية. هيا أعملوا دورة معايا.
وقبل ما نفاوه الجولة الأولى مع التعليم ومشاكله، حبينا نسمع رأي أحد اللي عندهم تجربة كبيرة في مجال التعليم، والتقينا مع الأستاذ فيصل عبروق. هو متفقة تعليم متقاعد وخدم تقريبا 30 سنة في قطاع التعليم. الصحيح المشكل اليوم يعني المشكل الخطير هو الادعاء بأن المنظومة التربوية التونسية على امتداد نصف قرن أفلست إفلاسا تاما وفشلت فشلا ذريعا. هذا الموقف يخفي في الواقع موقف إيديولوجي وموقف سياسي، ليس موقف بيداغوجي، لأن الموقف البيداغوجي يقتضي تقييم موضوعي، يقتضي دراسات علمية، ثم على ضوءها نقر أو نقرر أنها فشلت 50%، 20%، 30% إلى غير ذلك. ولذا مسألة مراجعة المنظومة التربوية منظومة شاملة باعتبارها يعني نتاج للعهد البائد بحقبتين، يعني البورقيبية وبن علي. لكن الإشكال وين؟ في التطبيق وفي السياسي. شكون مسؤول على عدم التطبيق؟ التطبيق سياسي، المسؤول السياسي، لأنه كانت هناك معناها توظيف المنظومة التربوية لتلميع صورة النظام السابق من خلال افتعال يعني نسب دي بورسنتاج غونفلي كانت مقررة مسبقا، وهي 84% نجاح في البكالوريا وفي الدبلوم إلى آخره. يعني السياسة دخلت، السياسة هي تدخل السياسي. اليوم إيديولوجيا، اليوم الخطر في أدلجة المنظومة التربوية، أدلجتها تحت غطاء شو اسمها هي اللي كما يقولوا هما الهوية العربية الإسلامية. ما عندنا حتى شيء، احنا ما عندناش إشكال مع الهوية العربية الإسلامية، ما عندي إشكال. اللغة العربية ليست فقط لغة تخاطب بالنسبة لي، هي عنصر من عناصر الهوية وليست كل الهوية. ولذا حد ما عمل مزية، أنا ما أسألش روحي كل يوم في الصباح هل أنا عربي مسلم أم لا. معناها ما معناها أنت كرجل تعليم وقدمت سنوات كبيرة من عمره في هذا المجال، اليوم تخشى من أن تتدخل الإيديولوجيا في العمل التربوي؟ خشية صحيح، أنه المحتويات، هناك محتويات علمية ومحتويات على مستوى الأدب وعلى مستوى العلوم الإنسانية مستهدفة. نأخذ مثال واحد، موقف وزير التعليم العالي اللي يفاخر بعدم قراءة كتب، ما يقراش، قال ما عنديش وقت نعمل في العلم. موقفه من علي الدعاجي اللي هو أحد رموز المدونة الأدبية التونسية، عجبك ما عجبكش مسألة ثانية. ثم أنا أخشى على المعالي، مش حتى من الفرنسية، لا حتى في اللغة الأم العربية، أخشى على من في البرامج معناها على المعري، على المسعدي، على توفيق الحكيم، على ابو نواس، على ابن رشد الى اخره، على التراث النير في الفكر العربي الاسلامي وفكر الانساني. شكرا، بارك الله. من المساحه الصغيره، من القسم الصغير، ربما اصغر قسم في المدارس في الجمهوريه التونسيه الكل، من هنا من مدرسة سيدي بو مفتاح، مش ننهيو حلقتنا من برنامج في الصميم اللي خصصناها لبعض واقع التعليم الابتدائي والثانوي في تونس ما بعد الثورة. حلقات في الصميم كالعادة ستكون ذات أهمية كبرى، فريق العمل يجهز في حلقات هامة جدا، والكل طبعا في الصميم.